مرحبا يا جماعة، إن شاء الله يكون الصوت منيح. بتخيل إيه؟ أنا اسمي محمد، بس حابب أحكي عن 3 نقاط صغيرة اللي هي موضوع الرنتا وموضوع الألتر فير زورجونج والشتايرة والشتايرة أوف كليونج. كذا زميل منه أن آخر بتذكر آخر فيديو شفته براس حكى عن الرنتا، بس كذا حدا سأل إنه الرنتا كيف بتنحسب، وصراحة أنا كمان كنت كتير عم بسأل. سألت من اللي معي بالشغل أو من ال أو حتى الألتر فير زورجونج، ما حدا عنده جواب، ما حدا يعني حاولوا يشرحوا لي، قالوا لي بونك سيستم. طيب شو يعني البونك سيستم؟ ما حدا كان يشرح لي، يقولوا لي شوف الأوراق. فآخر شي لأني بحب شوي الأرقام وأعرف إنه طيب نحن وين عم ندفع وين هالمصاري عم ندفعها، فحكيت مع فيرزيشرونج براتا وهو وضح لي كل هالقصص. هيك حبلش موضوع الرنتر. الرنتر هي من السوسيال انجابن، قيمتها تقريبا مثل ما محطوط هون هي 9.3% نحن بندفعها، 9.3% بيدفعها صاحب الشغل. فهي بنحسبها بحسبة بسيطة، بتطلع تقريبا حوالي مبلغ 600 يورو. هلا كمان حاطلع الرنتر لمين بتندفع. كل حدا هون بألمانيا مأمن للتقاعد، مو للدويتشة، للأبوتيكا فيرزورجون كل ولاية لحال، في أبوتيكا فرزورهم كمان للأطباء مثل ما الزملاء وضحوا. الرنتة تبعنا قليلة ولا لا؟ تقريبا مقارنة بالباقي المهن ما لها كتير منيحة، بس بالوقت ما لها سيئة، يعني متوسط أو أعلى من متوسط بشوي. وبيعتمد هي على البونك سيستم. شو يعني البونك سيستم؟ هذا اللي حنشرحه هلا. نحن بيجينا دائما من الألتر فرزورجونج، بيجينا شيء اسمه زاتسونج. هذا زاتسونج أغلبه أنا أول حدا كبه بالزبالة، بس طلع فيه معلومة مهمة اللي هو هون. نفتح ننزل هون في تابلة نحن نشرح فيها، شارحين فيها كل شيء. تماما، نحن هون عندنا البونكتا سيستم. شو يعني بونكتا سيستم وكيف بينحسب؟ البونكتا سيستم هو كل بونكت قيمته 1 يورو. هاي البنك نحن بنجمع على طول سنين الشغل تبعنا. في فكرة أنا، النقطة الثانية اللي أنا حكي عنها اللي هي ألتر فير زورجونج. ليش الألتر فير زورجونج موجودة؟ بسبب هالبنك سيستم. طيب ليش إنه مو عاملينه يورو؟ ليش البنك هي تقابل يورو؟ احتمال ممكن بعد 10 سنين، 15 20 سنة، خصوصا معدل الأعمار عم يرتفع، البنك هي القيمة تبعها، قيمة البنك نفسها بالسوق او بسوق التقاعد مثل ما فينا نسمي، لانه شركات التقاعد، يعني انه الالتر فير زورجونج هي بالنهايه شركه خاصه. دائما هو امن شيء، وحسب ما سمعت كثير عالم، هي الدويتشر انت، لانه هي تابعه للحكومه والحكومه ما بتفلس. لكن الحكومه هون عملت هي النقابات الخاصه اللي هي الالتر فير زورجونج، اللي هي الفير زورجونج كمر عفوا. فان وجدت الالتر فير زورجونج هي ك تأمين تاني بينخصم من الضرائب مشان البنك، الخوف من هذا البنك سيستم. طيب وكتير ألمان يعني بنشوفهم إنه عاملينها البنك سيستم. هون البنك هي قيمتها بالوقت الحالي 1 يورو حسب ما فهمت أنا. فبعد ممكن 15 سنة، معد مثل ما قلت معدل الأعمار بيرتفع، فممكن قيمة البنك تنزل، فالمصاري اللي نحن دفعناها قيمتها فعليا حتنزل. يعطيها فرق مثل الفرق بين اليورو، مثل الليرة السورية والدولار، كيف عم تطلع وتنزل. فهي هي الفكرة من البنك سيستم. ممكن كمان يرتفع، يصير مثلا قيمة البنك الواحدة 1.5 يورو، فهي من مصلحتنا. ممكن هون في موضوع فوائد، ايه هون في موضوع فوائد وتسنزن، بس دائما هو جاي لمصلحتنا. فمن الجانب الديني انا ما عندي كتير فكرة، بس بقدر اقول انه هون شركات التقاعد او الالتر فير زورجونج هي كمان نفس الشيء بتشغل مصاري وبتحطها، ما هي شغلتها بس بتجمع، لأنه هي بالنهاية عم تعطي فوائد على المبالغ اللي نحن عم ندفعها. ف دائما الدويتش فير زورجونج اللي هي التابعة للدولة، هي شو اسمه، هي أأمن من الألتر فير زورجونج، هي أأمن من الفير زورجونج كمان. حاطي مثال، بنرجع للتابلة هون كيف تنحسب البونكتة. البونكتة هون عندنا هي التابلة، حبلش مثلا اعطي مثال علي انا او لحدا مثلا عمره 30 سنه، هذا هو هون العمر. فهون نحن 30، وقت بنفتح هاي التابله بنضل ماشيين هيك
1967. فعندي هون أنا 11.1. أوكي طيب، شو يعني هذا ال 11.1؟ هذا يعني إنه أنا بالسنة عم بدفع مبلغ للتقاعد وقدره وين في الإكسل تماما. الصيدلاني العادي على راتب 3000 اللي هو راتب التريف أنا حسبته 3570 تقريبا، عم يدفع بالسنة تقاعد منه من أربعة جيبر 7968. هي 7968 أنا بضربها ب 11.10%، بيطلع معي بالسنة المبلغ اللي هو بالسنة، أنا هي السنة أنا مجمع مثلا نحكي نحن 2020، بنقول أنا جمعت هي السنة نفرض مثلا 884. طيب أوكي، أنا كيف بعتي لي إنه أنا عندي مثلا، شو يعني إنه أنا بعتي لي إذا هلأ طلعت على التقاعد باخذ 73 يورو أو باخذ 80 يورو؟ شو يعني هذا الشيء؟ يعني هون أنا بالسنة، أوكي أنا بالسنة، أنا هي السنة جمعت 884 يورو اللي هي 484 بونكت، بقسمها على 12 اللي هي عدد الأشهر بالسنة، بيطلع معي 73 بونكت. يعني أنا هلأ إذا بطلع على التقاعد بهي السنة 2020 أو هي عن سنة 2019 معي 73 بونكت. فأنا رجعت بجمع، أنا بصير هيك هي بحسبة بسيطة بالسنة اللي بعدها، إذا قلنا هون 2019، السنة اللي بعدها 2020، السنة اللي بعدها 2021، بيطلع معي هيك. أوكي فأنا كيف بحسب التقاعد تبعي؟ الحسبة هي بسيطة بس بدها شوية وقت، في أي حدا يحسبها أحسن من البرامج اللي على الإنترنت لأنه شوية معقدة. أنا كيف حسبت إنه صحيح عفوا، كيف حسبت إنه هذا المبلغ عم يطلع معي من راتب الصيدلاني؟ مثل ما قلنا هون الرنت في زشروك هي 9.3% من طرفي، والطرف الثاني اللي هو الأربايت جيبر حيدفع هي النسبة، حيدفع نفس النسبة. فأنا هون هذا هون 3572، نحن هون اكتويلت سوشتان، بيجي هون مبلغ الرنت اللي هو 332 ضرب 2 بيطلع معي 664. إذا كان في ميني جوب ممكن نزيد 80 يورو مو أكثر. طيب أنا هال 664 بضربها ب 12، أنا بحسب على 12 راتب مو على 13، بيطلع معي الرقم يلي قلته هون. طيب للسنين اللي بعدها أنا قلت مثلا 2019، قديش عندنا بال 2019؟ كان مثلا حتى عمره بال 2019 11.4. أوكي أنا غيرت النسبة هون، هي هون 11.4 بدي أعملها مو 11.1. أوكي طيب هون تغير الرقم صار معي 75 بونت. طيب صار عمره 31 سنة، هون 10.8. طيب هون 10.8 جمع معي هون، خلينا نحسبها هيك، عمره مثلا نقول 20 29 30، هيك أحسن، عمر 30 أحسن من 2021 وهكذا. طيب في شغلة نحن عم نشوفها هون إنه فعلا النسبة عم تقل، يعني هذا الفرق ماله سهل تماما. فنحن هون جاء السنة اللي بعدها مثلا صار عمره 32 32، نحن دائما بنطلع هون up 1967، هون عندي 90.6 تماما، أنا فوته بهذا ملف الإكسل اللي عامله 90.6 بيطلع معي عفوا 10.6%، هي أنا نسيتها. أوكي هون بيطلع، كيف أنا بحسبها؟ مثل ما قلنا المبلغ التوتالي اللي بدفعه بالسنة بضربه ب 11.4% بيطلع معي، وبقسمه على 12 مثل ما قلت بمكتب. فأنا شو بعمل؟ أنا مشان أعرف قد إيه راتب التقاعدي بضل بجمع هيك 30، بشوف مثلا أنا عندي 30 سنة شغل، بضل 30 بعدين 33 34 35. طبعا الراتب هون اكيد بيتغير حسب سنين الخبره والاوبر تاريف، اذا حدا غير شغله صار تايلت سايت هذا كله بيتغير، يعني ممكن حدا يعطي قيمه تقريبيه. مجموع الراتب التقاعدي اللي انا بدي اخده هو مجموع هدول انا اللي جمعتهم 75 زائد 71. اذا لاحظنا نحن كل ما عم تنقص، وهذا النقصان مو منيح، بنوصل نحن وقت صرنا بسن التقاعد هي موضوع فعلا فائده، موضوع ريزيكو. الريزيكو هو هون 67 اللي هو وقت نوصل لعمر 67 سنة هو بده يصير 5.0. هذا هو باختصار موضوع التقاعد، هيك بينحسب.
هلا بدي اجي على الموضوع الثاني. طيب شو البدائل اذا نحن كصيادله قضينا عمرنا عم ندرس وعم نعدل و و شو البدائل؟ في ناس موضوع البيوت، في حدا اكثر مني وكثير كثير زملاء شباب نزلوا خبرتهم بهالموضوع، في شيء اسمه الالتر فير زورجونج، صراحه انا بشوفه شيء جيد. موضوع فيه هو شوي موضوع فائده، لكن ليش هو جيد؟ لسبب انه بينخصم من البروتو. شو يعني بخصم بروتو؟ حاشرحها حوضحها بموضوع الاشتغال اوف كليرنج، لكن انه هو بينخصم البروتو. مثلا انا النتو تبعي فعليا عم ينخصم منه 40 يورو للالتر فير زورجونج، بس هو فعليا عم يجيهم 100 يورو. كيف حيصير هذا الشيء؟ الالتر فير زورجونج حسب ما فهمت انا من البوزيشن براتا، قال لي انه هن بما انه اغلب العاملين مجال اغلب الابوتيكن بيرسونال هن نساء وبفوتوا في فترة أمومة، في منهم بياخدوا تايلت سايت و و و، فالتقاعد طبعا عم يكون قليل، وخصوصا انه هون في كتير من الابوتيكن بيرسونال مثلا بتكون صار عندها اولاد، تزوجت، بعدين مثلا طلقت، صفت لحالها، ما عندها كتير ممتلكات، الخ الخ الخ، التقاعد تبعها حيكون قليل. فعملوا موضوع الالتر فير زورجونج انه هو بينخصم من البروتو. كيف بصير الالتر فير زورجونج؟ في طبعا هو خصت بايتراج اللي هو 257 يورو حسب ما فهمت، اللي هو هون تماما. اوكي انا مثلا رحت انا بدي قررت الالتر فير زورجونج هو عملوه مشان هذا السبب اللي قلنا. شو الفوائد تبعه؟ في 27.5 اللي هي ليك هون، هي صاحب الشغل بيدفعها، ما نحن ما لنا اي علاقه فيها. اوكي فيني انا اقول انا اوكي بعمل الالتر فير زورجونج بدي بس ال 27 يورو ونص، هي من حقي، صاحب الشغل بيخصمها من الاشتراك تبعه، ف خلص. اما انا فيني زود عليها لحد ال 250 يورو مثلا. هون انا قررت بدي ادفع 97 يورو فاصلة 19. اوكي صاحب الشغل بيدفع 27.5% بلس 20% سوشلاج، صاحب الشغل هي غالبا حسب ما فهمت انه مجبور يدفعها. طيب انا حيدفع من جيبتي من البروتو تبعي 100 يورو، بس هي فعليا حتنخصم من البروتو مش حتنخصم من النت، وحنوضحها شوي تانية. فحيصير الفرق فعليا هون هو 47 يورو انا حتروح حتنقام من النت تبعي من جيبتي، لكن انا فعليا عم بدفع هون مجموع هالثلاث ارقام هدول اللي هن 97 19، يعني مجموع سبعة، اذا قلنا هون هي 47 47 و 97 143، 144 عفوا. فأنا فعليا عم بفوت كل شهر لجيبتي 144 للكونتو تبعي بالالتر فير زورجونج 144 يورو. فأنا هي شغلة كتير بشوفها كتير منيحة. ممكن إذا حدا وصل لعمر 67 مثلا وعنده قسط بيت لنقول أو عنده أي قسط، فهون حياخد فعلا مبلغ محترم. طيب الخيارات أنا هي كيف باخدها؟ هون الفيزيشن براتا او حسب ما انا دورت بالانترنت وهيك طلع معي هون هذا واحد من الشركات. طيب انا فيني هون طبعا هذا المبالغ حسب انا ما فهمت في حالة لا سمح الله الوفاة او في حالة اي شيء التقاعد المبكر الخ الخ الخ، هذا المبلغ بضل ثابت ما حيتغير. انا المبلغ اللي انخصم مني اللي هو حنقول 144 يورو، هذا المبلغ ثابت ما حيصير له شيء، المصاري حتبقى حسب ما قال لي. هي هي فكرة الألتر فير زورجونج. طيب كيف ممكن تصير؟ هون النول بروتسنت، عفوا النول بروتسنت بسنة 2057 مثل ما عم بحسب لأنا لشخص عمره 30 سنة، إذا كانت نول بروتسنت حيجي بالتقاعد مبلغ ستة، بس ليوصل لعمر التقاعد فيجي مبلغ 56,000. بس أنا مالي متأكد هي على أي مبلغ، فنحن حنحكي بس تقريبا حدا بيجمع بيشوف السنة قد إيه بيدفع وآخرها. بعدين بصير هون الفائدة الفعلية على المبالغ اللي عم تندفع 2%، 4%، 6%، الماكس هي 6% أغلب الأحوال، بس هي المبلغ الحالي 4%. بقصص أسعار الفائدة بالنسبة للبورصة تقريبا 2 ل 4%، فبيختلف هذا الموضوع، بس طبعا ما في حدا يعرف قديش. طيب ألتر فير زورجونج فيك انت على يعني نحن اذا قلنا له بالنسبه للموضوع الدنيا انه نحن ما بدنا فائده، الشركات اي شركه تامين حتقول لك ان شاء الله بس تعال عندي واطلب واتمنى، اذا انت ما بدك فائده بس اطلب واتمنى. انا بس عندي فكره، ما عندي فكره من ناحيه انه كيف ممكن تصير. او فينا ممكن اذا كان مثلا هي بال 2000
هذا في واحد خذ المبلغ. هاي الشغله الحلوه فيه، لانه بالابوتيكا، الابوتيكا في زورجون كما ما فينا ناخذ المبلغ، لازم تاخذه حصرا اقساط، مو انه بيحولوا لك اياه لاي مقرنه بالعالم وانت بتدفع. شغله حلوه بالارتر في زورجون، لانه هو بريفات ومع شركه تامين، فيك انت تاخذه كباوشال، او فيك المصاري تضل واسعار الفائده حتضل عليها سعر الفائده، وتضل انت عم تاخذه كاقساط. مثلا بالشهر ممكن يجيك مثلا 160 يورو، 80 يورو، 200 يورو. وقت حدا بيصفن هي بال 2040 مو 2057، انا السكرين شوت عامله غلط، بس مثلا للعمر بيجي رقم وقدره 150 يورو اللي يلي انا كنت عم بدفعه. طيب اذا حدا قال انه طيب انه مو حرزانه، هي ال 150 يورو بالتقاعد، بسن التقاعد بتخيل عن جد منيحه، ممكن تصير تشيل قسط اي شيء. فانا صراحه عجبني هذا المبدا. هون كمان شرح ثاني للاتف زورجونج، النت 50 لون اشتري لسه، هي من صاحب الشغل 27.59. هون التوشلاك، عفوا هون ال 27.5 هي تماما. هون قديش انا بوفر من اللون اشتري، هون الاربايت جيبر تسوشوس هي ال 20% هو بيدفعها، صار المبلغ عندنا على 50 144 يورو. ففعليا انا عم بدفع 144 يورو، لكن عم يجي فعليا انا عم بدفع 50 يورو، لكن المبلغ اللي هو عم يروح للكونتو تبعي هو 144 يورو. طيب هذا موضوع الاتفر زورجونج. اذا اي اسئله لولي ان شاء الله اقدر افيدكم. موضوع الاشتاير، موضوع الاشتاير شوي معقد، ان شاء الله اقدر اشرحه بشكل منيح. طيب اول شغله، بس انا بدي من جميع الزملاء اشتاير واشتاير اف كليرونج. هون شوي، عفوا وين انا، تماما هون الشتويا. هون في مجلة أنا صراحة كتير بحبها وبتحط مقالات كتير سهلة، اسمها الفينانس تيب، هيك اسم المجلة. دقيقة أنا بس بدي أجيب ورقة وقلم، لازم اتني لحظة بعد إذنكم. بعتذر بس كنت بدي أجيب قلم. تماما في قبل ما افوت موضوع الاشتير، في شغله انا كاتبها نسيتها، اللي هي الموضوع البروتو، انه بينخصم من البروتو مو بس تامين التقاعد، لكن في كمان الاربايتس اون فيه شكايت كمان ممكن ينخصم من البروتو. هي بترجع لصاحب الشغل، مو صاحب الشغل بالاحرى، شوفوا شركه التامين يلي متعاقد مع الاربايت جيبر، او قولوا له. وعلى فكره ما في اي شيء، لانه انت ذكرت اربايت اون فيه شكايت من هون، ما في اي شيء، صاحب الشغل مجبور يعمل هيك. بس ببساطه بنقول له انا بدي التر في زورجونج اربايت اون فيه شكايت، هو ما بيعمل شيء، بيتصل بالشركه بيحكي، بيقول له البيراتر احكي مع الموظف اللي عندي وخلصت. موضوع الشتاير، مشتاير هو موضوع معقد شوي، لكن حاول بس هيك لخص بشغله بسيطه. نحن في عندنا لون شتاير، في عندنا سوسيال اف جابن مثل ما موجود هون بالصوره. لون شتايا، وين الصورة هيك، تماما عندنا لون شتايا سوشيال سوشلاج. لون شتايا تقريبا نسبته 15% حسب ما بعرف انا، مو تماما نسبته 15%، مالي متأكد من النسبة بالضبط. في عندنا سوشيال ابجابن، هي اللي انا بينخصم مشان يجيني النيتو تبعي. الكران كان في الزيشرونج، نص انا نص صاحب الشغل. الرنتين كمان الفليج، ما بعرف اذا فيجا او اربايت، ما بعرف اذا انا نص مني نص صاحب الشغل صراحه، بس بعرف انه هاي النسبه تبعها. هون هذا اللون شتويا، سوسيال سوشلاك، وهون سوسيال ابقاب. طيب نحن هون حنعطي، حاعطي مثال عن الصيدلان، حاعطي بس رقم معين مشان يكون النسبه سهله علي. انا عندي لون شتويا عم تندفع بالشهر من راتب الصيدلاني 554 يورو، هذا رقم كبير. والسوسيال سوشلاك هي 30. فانا وقت بعمل اشتويا اوف كليرونج، انا بعمل على هاي هون الاشتويا فليشت، اشتويا بلاستونج. اما السوسيال ابجابن انا ما بعمل عليها اشتويا، لانه هي راجعه لي. تمام، هون في الفاو في ال، هي صراحه ما كتير بعرف عنه وبدي ارجع كمان اسال. بنضل هون 584، انا عم ينخصم كل شهر من راتب صيدلاني. تمام، عم ينخصم كل شهر من راتب الصيدلاني 584 يورو اشتويا. طيب انا كيف اعمل اشتري اوف كليرنج، وشو هي الاشتري اوف كليرنج؟ انا اي شيء ان شاء الله حق قلم، انا اعتزته للشغل، اي شيء ما بفوت لجيبتي هو انا بقدر اعمل له اشتري اوف كليرنج.
شو هي الشغلات اللي بتنقسم؟ مثل ما قلت لكم يا ريت بس تقروها هون، انه هون المقالات هي صايره تقريبا زيري، فيهم تايل اينز تايل تراي فيربون فيربون كوست هلا كمان حنحكي عنها. طيب جينا لشتاير اوف كليرونج، وبالشتاير اوف كليرونج حوضح كمان اللي انا النقطه اللي قلتها بالالتر فير زورجون، كيف مبدا الشتاير نتو بروتو، انه كيف تنقسم مثلا هالتامين التقاعد كيف منقسم من البروتو تبعي. اوكي طيب بالشتاير نحن وقت نعمل شتاير اوف كليرونج في عندي انا شيء اسمه فيربون كوستن وفي عندي شيء اسمه زوندا اوزغابن. طيب الفيربون كوستن هي تراكميه، يعني اذا كان انا عندي الفيربون كوستن كثير كبيره بدي ارجع ممكن تجي معي للسنوات القادمه، لكن زوندر اوزغابن هي كل سنه بسنتها. الزوندر اوزغابن بتدخل فيها النطاق الصحي، بيدخل فيها النطاق المساعده للاهل يلي حاحكي عنها هلا، بيدخل فيها هلا هون حنشوفها. طيب الفيربون كوستن شو هي الفيربون كوستن؟ تايل زباي حكينا هون في عندنا شيء اسمه باوشال، طبعا هون باوشال بيتراك فار كوستن كمبيوتر اربايتس ماتريال، في منه باوشال انا ما عندي كثير يا ريت تقروها هون، يعني ما كثير انا صراحه لانه لهلا ما عملتها عم بعمل مع شتويا براتا. الهاوس هالد في حال حدا اجى نيبن كوستن، في كمان يخصم مو نيبن كوستن اللي بيدفعها العادي الفارم، لا اذا اجانا عفوا اذا اجانا نيبن كوستن اخر السنه. أومتسوك كوستن هي أنا بس بدي أوضح شغلة عليها، الأومتسوك كوستن يفضل إذا أي حدا ياخدها من صاحب الشغل ياخدها كله المبلغ توتال وصاحب الشغل يصطفل، لأنه إذا أنا الأومتسوك كوستن دفعتها وقلت حترجع لي من الضرائب ما حيرجع لي نفس المبلغ، لنفرض أنا مثلا دفعت 1000 يورو أنا ما حيجيني علي شيء غير تقريبا 250 يورو، فأنا هيك خسران. فاير كوستن هي ما بعرف شو هي، تمام فاير كوستن هون مثل الفاينختس اسن هالقصص هي. هون انا لهلا لساتني بالفيربون كوستن، هون النيبن كوستن اللي قلنا عليها، هون التايل فيها هيك اللي قاعدة. طيب تماما هون فتت انا بالزوندر اوز جابن اللي حكيت عنه. زوندر اوز جابن مثل ما قلت هي شغله مهمه انه كل سنه بسنتها، يعني اذا حدا عمل عن سنه 2019 وما له خصم من زوندر اوز جابن راحت عليه في يعملها، يعني اذا عمل شتور اوف كلينج بسنه 2019 ونسيان يعمل شيء، او مثلا عمل بسنه 2019 بس ما له عمل بسنه 2018 فهي راحت عليه من البروفس اوس بيلدون كوستن. لكن اذا انا الاوس بيلدونج مثلا محاضرات النقابه كورسات عملتها كورسات لغه هذا كله بينخصم تكاليف الابروباتسيون خصوصا بالباين لانه تكاليفه شويه كبيره، كل سنت انا حاطه ان شاء الله فاتوره التيكت تبع القطار كلياته انا حاطه. بنصح اذا كانت اسعار التيكتات قليله وحدا يحسبها بالكيلومتر، اما اذا كان حدا عامل بقلب المدن يحسبها بالفار كوستن لانه بالفار كارت لانه الفار كارت اغلى، هو بيرجع بيحسبها بيشوف انه اوفر، في يحسب على اساس كيلومتراج اللي هي ترايسك سنت برو كيلومتر او الفار كارت. طيب كونكشن اشتويا انت هالت تماما، هي الانت هالت اللي انا كنت بدي احكي عليها هون، بتخيل انت هالت سوت سالون ممكن كندا بتروين كمان شو الجلد للاطفال الرينتن فيرزيشرون كمان ممكن يرجع ينخصم، بس هي الى حسبه ثانيه انا انت هالت بس حاشرحها بس لا تاخذوني شويه بس عم بستنى اشوف وين مكتوبه اللي هي المساعده بالاهل. الرينتن فيرزيشرون اي فيرزيشرون في الواحد يخصمه بس طبعا في حد معين، وباغلب الاوقات اذا حدا دخله عالي مثلنا ما كتير حيجي مصاري من من الفيرزيشرون اللي دافعه تامين السياره حتى تصليح السياره اذا سياره على طريق الشغل بينقسم. هاي الانتر هالتونكس. طيب اغلب هلا الوضع مثل ما يعني كثير من زملائي كتب الوضع بسوريا يعني للاسف شوي مو شوي سيء كثير سيء، الله يصلح الحال يا رب، فاغلب العالم عم تساعد اهلي. طيب انا في حال عم حول طبعا سعر صرف الليره الرسمي غير تماما المسخره اللي عم تصير بسوريا السوداء، فكيف انا بدي اثبت هذا الشيء واغلب العالم ما عم تحول؟ طيب انا نزلت مثلا سافرت على لبنان او سافرت على تركيا ومن هنيك سحبت مصاري، انا ببساطه بعمل كوبي لتكت السفر
البوخونكس، الابوخونكس اللي انا عملته من الكونتو تبعي، لنفرض مثلا 1000 يورو وانا بحطها على الانتر هالت، انا نزلت هاي المصاري معي واعطيتها لاهلي شفتهم بتركيا. طيب هلا الاوراق المطلوبه طبعا حاحكي عنها، شو ممكن مثلا انا بعت المصاري، غير انه انا مو بالاسود بعت المصاري مع حدا صديقي، انا مصاري حولت له اياها ما في اي شيء بقول لهم التحويل على سوريا هون. بس الفكره انه الواحد يشتغل فعلا بصدق، وشو ما اذا كان فعلا عم يشتغل بصدق، فمع خصوصا مع الضرائب يعني هون فينا حدا يمزح مع اي اثنين غير الاوسلندر امت والفينانس امت ما بيمزح معهم هون. بس اي الشغله انه كل شيء فعلا ابزتس با، اذا فعلا حدا فعلا عم يساعد اهله بس يوضح هذا الشيء بالورق. هون ما حدا بيفهم لا بالحكي ولا باي شيء، بيفهم بالورق، بتعطيه ورق وبيفهم على اساسه. تجارب المساعدات للاهل، في تجربة على جروب الأطباء، وصراحة أنا منا من يعني مشكور كتير هذا الطبيب إنه حاطط إنه كيف هو طول باله مع الموظف تبعه وجاب له الأوراق اللي بده إياها اللي أنا هحكي عنها هلا، الأوراق حورجيكم إياها كيف. فبس بدي الشغلة طولة بال، وأي شيء أنتم بتدفعوه للأهل بتوثق بالأوراق. إذا أنت نزلتها مع صديق كان هون بألمانيا، طيب بس بتجيب له إنه هاي المصاري هلف فور ماينا فاميليا، أو الفيرفيندونج سفيكس بتكون فيرفندونج سفيكس بتكون بالاوبرفايزونج هيلف فور ماين فاميليا بونكت. ما فيهم يحكوا معك شيء، وضع على سوريا حاليا مستحيل انا اقدر احول، الوضع صعب لا الخ الخ، بس نحن عم نشتغل بصدق، بقدم له وبضل معه بالوراق اللي بده اياها. طيب شو هن الاوراق المطلوبه؟ انا هون اذا فتح جوجل وكتبت فينانس التونكس الكليرنج، حيطلع لي هون فورميلا للفينانس امت، بكبس عليها. سامحوني شوي هذا الكمبيوتر الثاني بطيء شوي. طيب كبست عليها، كليك انزي، هذا الفورميلا هو اوفيسيال من ال شو اسمه من الفينانس امت، في نسخه بالعربي. طيب انا فتت هون، هذا بنزل على اللغه العربيه، ببعث هذا على سوريا، بحط السنه، كل سنه بسنته لازم، بكتب الاسم مكتوب هون مثل ما هي، تقدم الطلب كذا هون، اللي بعبي كلياتها بال صريح قدر الامكان. الاهل اذا حتى اذا كان الاهل عم يشتغلوا تمام، ما في مشكله تجيب بيان الراتب انه الراتب فعلا ما بكفي وانت مضطر لساعد اهلك. هون نوع العمل، اشخاص بيعيشوا بالبيت تاكيد من البلديه او مستوى التسجيل، هون اينفخ ختم المختار وبتتصدق بالخارجيه. ممكن انا ارجع اشوف، انا ما بعرف اذا عندي الورق، ثواني لحظه بس، انا في ورق تجبته يمكن عليه الختومه او فيني نزله بصوره. اوكي هون المختار، موقع الختم تبع المختار وتصديق الخارجية. طيب شو طالبين كمان أوراق؟ بدون بيان راتب أو بيان تقاعدي وزارة، أي تماما من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ليكو اسمه بالضبط، مثلا إذا الأهل المتقاعدين وثيقة إثبات تقاعد، اذا الاهل عم يشتغلوا، انا كتبت على جنب شو هالاوراق، اذا الاهل عم يشتغلوا بيان راتب وبس، وسجل عائلي انه بيثبت هالشيء وبينكتب. يعني في هلا وقت بتذكر، وقت انا في كمان صديقي عمله، وقت راحوا على سالوا قالوا نحن ما عندنا هيك شيء، بس هو طلع فيه، بس الموظفين عندنا شوي مثل ما بتعرفوا. ففعلا بس بيكتبوا هو مثل هيك ورقه الى وزاره الخارجيه، وثيقه اثبات صرف، وبينكتب قديش شو اسمه، وبيتصدق من التأمينات الاجتماعية، وهو بيطلع من التأمينات الاجتماعية. صراحة ما عندي فكرة، حأرجع أسأل عليها من وين بتطلع هاي الورقة. مثل ما هي بس ورق، وهون مثل أي ورقة بتتصدق من الخارجية، يفضل تترجم، يفضل تترجم هون عن مترجم محلف، وبتجرب حظك مع الفينانس أمت، لكن هي بتزبط، بس بده شوي طولة بال. أنا ما صارت معي صراحة لكون صريح، أنا ما عملتها، لكن في عالم زبطت معه، بس بده شوي طولة بال. طيب نرجع هلا بس للشتاير، ان شاء الله ما اكون طولت.
بس حاولت أوضح الصورة قدر الإمكان. الاشتراك كيف تنحسب؟ أنا مثل ما قلنا نسبة الاشتراك هي 15%. طيب على الحاسبة مثلا أنا دافع بالسنة اشتويا 10,000 يورو. أوكي طيب، هاي 10,000 يورو أنا هي دافع اشتويا، ماشي. لنفرض مثلا أنا راتبي 20,000 بالسنة، دافع منه اشتوير زي قلنا خلينا نقول 5,000 مو 10,000 عفوا، هاي اشتوير. مدفوع منا اكس، لنفرض خلينا نحسب قديش من ال 20,000 قديش ال 15%، معلش مشان تكون 3,000 يورو. اوكي طيب، انا فات لجي انا هذا 20,000 فات لجيبتي لنقول 15,000 نيتو، هذا جهالت بروتو يا طيب اشتوي عليها لو اشتوي مثل ما قلنا 3,000. طيب كيف بنحسب الاشتوير اوف كيف كيف انا بخصم فعليا من الاشتوير وليش انا ما بيرجع المبلغ كامل؟ تمام، انا هون دافع 3,000، انا لاقول انه انا اخذت 20,000 بالسنة. طيب 20,000 بالسنة ودفعت عليها لون اشتغلت 3,000، طبعا لسه في سوسيال انجابن بلا 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 بلا، بس انا صار عندي او فاند كوستن اللي هي الفار كوستن. الاو فاند كوستن هون انا عندي اياها 1000 فار كوستن. طيب غير الألف فار كوستن، أنا دفعت كتب، دفع عندي مرة عندي شغلات تبع تعديل كمان 1000، عندي اشتريت كمبيوتر، اشتريت أثبتت إنه هو فعلا للشغل، أو مثلا أنا عملت هوم أوفيس وعندي غرفة بالبيت عملتها بيرو مشان أشتغل فيها. في ناس فعلا إذا عملوا كسجل وإنه هاي الغرفة إنه عملتها بس للشغل، بيجي ناس من الفينانس قامت بتفحص إذا هاي الغرفة فعليا موجودة ولا مو موجودة. فأنا عملت بيرو كلفني 1000. طيب شو صفى شو عملت كمان؟ أنا مثلا مساعدات للأهل خلينا نقول 1000 مبلغ، بس هيك مثال. طبعا صحيح ملاحظة، حسب كل بلد، هي بالفينانس أمت كل بلد لها مبلغ معين من المساعدات. فبتخيل بلادنا لحد 9,000 يورو بالشهر أو 10,000 وبيرجع منا 2500، هلا حنوضح كيف. طيب شو في عندي كمان؟ أنا دافع 4,000 كتب قلنا، عندي 1000 يورو باوشال دفعتها، هاي اوفانت كله عندي فواتير فيها، هاي الاوفانت كوستن. طيب معناته أنا فايت على جيبتي 20,000 بالسنة، لكن أنا دفعت منها 5,000، هي أنا مالي علاقة فيها، فأنا صار قديش فايت عندي بالسنة؟ 15,000. أوكي طيب، هنا شو بيعملوا الاشتراك أوف كليرنج؟ هو مبدأ بسيط، بيقولوا انه انا دافع انا فايت 20,000، هو فعلا هون بالمانيا دائما انا بدفع لقدام وبعدين بنرجع بنتحاسب. اللون اشتغل على هي ال 15,000، انا فات على جيبتي فعلا 15,000، فهي مبلغ تقريبي ضرب 15,000 ضرب 15%، حسب اللي عندي ضرب 15% 2250. اوكي هاي اللي انا دفعتها بعدين. طيب هاي ال 15,000، انا هون في عندي 5,000 المجموع كلياته 5,000، انا هاي ما لها علاقه فيها، دفعتها للشغل ودفعتها مصاريف جانبيه نيبين كوستن، قلت له عندي فواتير وفي وقدمتها للفينانس عند. طيب انا قديش حيرجع لي طالما انا دافع 5,000؟ في شغله نحن حندفع، انه انت بتخصم من الاشتير، هذا لا يعني انه المبلغ يرجع لك كامل. ليش؟ لانه هن هيك بيحسبوها، بيقولوا انت عم تدفع 15% على 20,000 اللي هي 3,000. طيب انت فات على جيبتك اخر السنه واثبتت لنا هذا بالوثائق انه فات على جيبتك 15,000، الضرائب عليه على ال 15,000 اللي هي نسبه 15% تقريبا 2250. فهن شو بيعملوا؟ بيقولوا 3,000، فانت نهائي انت دافع 5,000 يورو افانت كوسن، 3,000 ناقص 2250، مش ما عندي 750 يورو،
هيك بتنحسب. في شغل انا حسب ما فهمت هو هيك موضوع اللي اشتغل، ما بعرف اذا انا فعلا كنت غلطان، لكن انا هيك فهمته لانه هو موضوع معقد شوي، بس هي اخر وصل يعني. فعليا انا دفعت 5000 يورو، فهن بيحسبوا ال 15% على قديش انت فايت لك، ناقص 15% على قديش انا فعلا فتلي، يعني هن بس بيخصموا المصروفات. طيب موضوع الالتا فيرزورجونج، عفوا موضوع الالتا فيرزورجونج هو كمان نفس العمليه بالضبط. انا الراتب قبل ما يتخنصر منه قصص السوسيال انجابن والشتاير والشو اسمه، مثلا قلنا 3570 بيخصموا منه الانتايل تبعي اللي هو 100 يورو، وبعدين بيحسبوا الضرائب والسوسيال انجابن بلا 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 بلا. هيك موضوع، هي هذا ببساطة انه شو يعني بينخصم من البروتو. فنحن وقت بنسمع اي والله بنخصم من الضرائب، بس المبلغ ما بيرجع كامل، بيرجع قسم منه. وبنرجع هون على المجلة، ان شاء الله تكون قدرت انا موضحها منيح. ثواني محمد، وهنا تماما في هون قديش العالم تدفع ضرائب، هون ضرائب بلس سوسيال انجابن حسب مدخول بالسنة. هون المجلة، هون بنصح اللي تقروها، هي مجلة كتير منيحة، حط اللينك الأول لينكين والباقي بترجع هي سيري، أو حتى على جوجل فيكم بس تحطوا الاسم تطلع لكم. أنا صراحة كتير كتير استفدت منها. إن شاء الله ما كنت طورت عليكم، هي هال3 نقاط حاولت قدر الإمكان أختصر. وإذا حدا عنده أي سؤال، انا حسب ما لي فهمانه، انا كمان ما بعرف صراحه، بس انا فهمته من شخص فحبيت اوضح لكم اياها، لانه كمان كتير سالت السؤال وما حدا جاوبني. طبعا انا وقت عم بحكي، اذا صح في ملاحظه، وقت كنت عم بحكي على موضوع الضرايب او موضوع الرنت، انا كنت عم بحكي على اشتغل كلاس اينز اللي هي الزاويه. المتزوجين للاسف انا ما عندي اي فكره. اي ان شاء الله ما كنت طولت عليكم، وتضلوا بصحه وبخير وبعافيه وبالتوفيق للكل، وان شاء الله تقدروا ترجعوا كتير مصاري من الضرايب لانه عم ياخذوا منه كتير. بالتوفيق.